يمكن في البدايه هو اول حاجه حضرتك اتكلمت عليها واللي قبل الهوا على طول كنا بنتناقش فيها في اللي انت اتكلمت عن ملف المحصول وتتبع البذره على حد ما تكون ثمره، قلنا السجل المدني بتاع البذره، فيعني ممكن تشرح لنا الموضوع ده ببساطه. بدايه نهني الشعب المصري بذكرى 72 لثوره 23 يوليو، وبلد الحمد لله في انجازات وتطور، والقطاع الزراعي زي ما تفضلته شاهد تطور ملحوظ، يعني طفره الكل يعني شهدها القاضي قبل الداني ان في نهضه شامله في القطاع الزراعي. من ضمن الشهاده دي عندنا التحول الرقمي، التحول الرقمي في القطاع الزراعي يشمل انا دلوقتي كمواطن انا اعرف منين الامان الصحي بتاعي اتحقق لي ازاي؟ بيبقى في بيطلع اشاعات ان في ثمره، في هرمونات، في فيروسات، في امراض، في ايا كان المشاكل اللي بتبقى في البذور. انا احس ازاي بالامان؟ اامن نفسي ازاي؟ في غش في التقاوي، في غش في الاسمده، في غش في المبيدات، في مشاكل كتير جدا في ملف الزراعه، اقضي على كل ده ازاي؟ ده بيكون يعني اللي بيعمل بقى الغش ده هل مثلا المزارعين نفسهم ولا اصحاب المحاصيل الزراعيه اللي بيبيعوها للمزارعين ولا يعني نعرف نجيب منين الخطا برضو عشان يعني يتصلح. من هنا جت فكره مشروع او ملف او مش عايز تقول مين تتبع. لا هو لا من هنا جت الفكره ولا حضرتك لا ولا حضرتك نقول الحاجات الفاسده دي حلقات الوسطاء اساسها منين؟ حلقات الوسطاء كتير ما بين تاجر تقاوي جاب تقاوي مستورده واتضربت او اتعملت الكوبي منها ده اللي احنا عايزين نعرفه راحت لمشتل المشتل ما جابش التقاوي الاصليه ادى شتلات مضروبه مش نفس الصنف الاصلي او احنا بنسميها تقاوي مكسوره او مش تقاوي الهجين الاصلي تقاوي الجيل الثاني منه المكسور فما اديتوش نفس مين المحصول هو نفس الصنف بس الجيل الثاني بتاعه ما ادانيش نفس الصلاه فتتبع بقى فانا عندي البذره الاساس اللي هو يزرع بذره قمح ذره الحاجات اللي بتزرع بذره على طول دي فيها مشاكل ان ايه مش الصنف اللي جاي مركز البحوث مطلع حاجه توب وحاجه زي الفل ما وصلتش للفلاح المصري زي ما هي وصلت منها حاجات ثانيه وصلت بقى بهرمونات وبكيماويات لا وصلت الدرجه الثانيه المنسوخه منها التقاول مكسور واتبعت له بنفس السعر بالعكس هو كفلاح اشترى دفع مبلغ كبير ما خدش التقاول الاصليه اللي هو عايزها هو يامل اي فلاح مصري عايز الحاجه كويسه عشان هيديله انتاج كويس صح اكيد فلما توصل له الحاجه المضروبه بنفس السعر كويس طبيعي المحصول عنده هيتضرب هيسوق لي انا كمحصول طب هل بقى في مثلا كنترول بقى على الموضوع ده ان الحاجه توصل